في هاد الايام الاخرى غتكونوا كاملين طلع لكم الدم وليتو بورد بالثمن ديال كاردانو. كما كتشوفوا هاد لي ديرنييغ سيمين وهاد لي ديرنيي جور لو بري ما كانش عنده اون غران موفمون، وكان كيمشي بطريقه اللي هي جد سايدويز وما كيتحركش بزاف. دوكو اليوم جيت معكم بون اناليز تكنيك ديال كاردانو باش نشوفوا شنو هما التوقعات ديالي بوغ هاد العمله الرقميه في المدى المتوسط، وشنو هما التوقعات ديالي ليها في المدى البعيد. الا بغيتو تعرفوا شنو هما التوقعات بقاو معنا وشاهدوا لا فيديو حتى الاخر. يلا بينا. السلام عليكم، معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم أحسن ما كاين في الكريبتو موني. كويك ديسكليمر، أنا جو نو سو باز ان كونسيي فينونسيي انريجستري ولا مستشار مالي. و دوفي توجور ديرو فو بروبر ريشيرش، وعافاكم عافاكم عمركم ما تانفيستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم، لأن هاد الفيديو متجورة لأغراض ترفيهية فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو، ما تنساوش ديرو جيم لا فيديو، تابوناو لا شين وتاكتيفيو لا كلوش. سي اون فاصون باش تسوتونيو لا شين ديفلوبا و سي غراتوي. وقبل ما ندوزو لو بري ديال لا داول اناليز ديالو، كنشوفو بان البيتكوين تم الاقفال ديال الكاندل ديال البودي ديالو كتر من في الويكلي كتر من الثمن اللي كان كلوزا فيه، عمرو كلوزا فيه كوزوسوا في افريل كوزوسوا في مارس كوزوسوا في فيفري. وهذا كيدل بان لو بري ديالو غادي يطلع. نديرو طليله خفيفه على الماركت ديالنا. البيتكوين كيتراوح الثمن ديالو كيمشي ويجي كيوصل 62 مبغيش يديباسيه. ليتيروم توجور ما بين 3800 و 3750. باينانس كاردانو اللي غادي نهضروا عليهم دابا شويه، اكس ار بي الثمن ديالو، بولكادوت اللي ما تحركش بزاف واخا كنا كنتهضروا منه انه يطلع، ودوتش كوين 7% ليكم نتوما اللي عزازين عليكم الميم كوينز. غندير لكم اون فيديو ان شاء الله بيانتو بور تو سكي ميم كوينز وشنو هما الميم كوينز اللي تقدروا تبروفيتيو من الهايب ديالهم باش انفيستيسيو فيهم. نرجعوا لا شارت ديال الكاردانو. كاردانو في ديلي ولا نديرو 4 سوايع تايم فريم ديال 4 سوايع. الوغ كيما كتشوفوا هنايا، اسمحوا لي هنايا عندنا فلاشارت كانت عندنا هاد الباترن ديال الفولين ويدج اللي دفع لو بري ديال الادايت كونسوليدا ويهبط لتحت وجابو هبط حتى تقريبا جوج اللي هو ولا نيفو ديال 2 دولار بعدا اللي هو ان تري غران سوبور عندنا او نيفو ديال 2 دولار. ومن بعد عندنا هنايا لو نيفو اللي هنايا ديال 1 دولار 80 اللي عندنا هنايا ريزيستنس، هنايا سوبورت، هنايا تقريبا سوبورت، هنايا سوبورت عاوتاني، اللي هما هادو كاملين اللي هذا سي ان بلوتو ان غران نيفو ديال ريزيستنس بور بلوتو ديال سوبور العمله ديال كاردانو. كنشوفو هنايا من بريكا من هاد الفولين ويدج اللي عندنا اللي هي هاد لا فيغور. التارغيت ديالها هي نورمالمون من البلاصه ديال بريك اوت هي من هنايا 3 دولار و50، ولكن كما كتشوفوا عندنا هنايا بحرا كان البريك اوت الثمن ديال الكاردانو جا ريتيست هاد السوبور هذا اللي هنايا كان عندنا ريزيستانس ولا فليبينا هاد السوبورت وبدا كيمشي سايد ويز وكي فورمي هاد لو تريانغل هذا اللي نورمالمون فاش كيكون ان تريانغل سيميتريك بحال هكا كتكون اون ديسيزيون في لو مارشي. ونورمالمون هادي كتسمى كونتينيويشن باترن اللي كتكمل في لا توندونس لتحت. ولكن مع شنو وقع هاد السيمانه في لو بري ديال البيتكوين وشنو غادي يقدر يوقع في الايام المقبله وفي الاشهر المقبله، كننتظروا بان الا كانت شي هبطه ديال البيتكوين بلوتو ديال لادا وما حدو كيقرب لابيكس ديالنا ديالو اللي هو فيغ لو 28 اكتوبر،
تقدر توقع هبطة صغيرة، حيت إلا جينا نشوفو الـ EMA ريبونز ديالنا، جبدنا الـ EMA ريبونز ديالنا، غادي نشوفو بأن EMA ريبونز كنشوفو بأن الكاردانو كي تيستي هاد الـ EMA ريبونز أو نيفو ديال 4 أور و كيحاول يطلع من فوقهم، وهنا كنشوفوا بان عندنا طوندونس كيطلع وكيعاود يهبط من فوقهم. او نيفو ديال الديلي نشوفوا او نيفو ديال الديلي والاي ام اي ريبونز هما اللي عندنا امبورطون. دابا كنشوفوا بان بور لو مومون كاردانو اي سو سيتو ان دسو ديال هاد الاي ام اي ريبونز، و الى عاود طلع في هاد اليمات و غوتيستاهم و ان نا با ريوسي باش يخترق هاد المقاومة هادي اللي عندنا هنايا و نيفو ديال اي ام اي ريبونز واللي تقدر تلتقي مع هاد لالين اللي هي بيسيغ، نقدروا نشوفوا بوتيت هبوط للكاردانو لهاد الاثمنه اللي كنا هضرنا عليهم هنايا، سواء ال 1 دولار 90 ولا لهاد النيفو هذا ديال 2 ديال لي دولار يتوقع فيك اوت قبل ما يطلع لو بري ويكمل الفوق اللي وشي اللي غيعطينا التارغيت ديالنا ديال 3.5 دولار كما شفناه قبيلات في توسكي فولين ويدج والتارغيت ديالو. باش نزيدو نتيو هاد 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 بلوتو هاد هاد لانفورماسيون ديالنا، كان تراسيو فيبوناتشي ليفلز و كنشوفو بان الا خدينا من الاول تايم هاي اللوكال لو اللي عندنا هنايا في لا شارت ديالنا، كنشوفو بان تارغيتس ديالنا اللي كان شوفوا هنايا ديال كاردانو كيتالينيا بارفيتمون بارفيتمون مع النيفو ديال 1.272 ديال فيبوناتشي ليفلز، و الجولدن بوكيت ديالنا كاينه في الثمن ديال 4 دولار فاصلة جوج تقريبا 4 دولار فاصلة جوج. و باش تشوفوا هاد الشيء باش نزيدو نتيي ونزيدو نشوفو كما كتشوفو عندنا في توسكي شارت قديمه ديال كاردانو في هادي عام قبل ما يوقع هاد بارابوليك موف اللي عندنا هنايا، اللي جينا ناخدو من اكتوبر 2020 فاش وقع عندنا هاد التحرك كي تسمى تقريبا اون فراكتال ديال شنو غيوقع بوتيتر عندنا في مون اوبينيون هاد الايام وهاد لي سيمين الجايه وهاد السيمانات المقبله. الا خدينا من هاد البريك اوت هذا وعندنا هاد الكونسوليديشن اللي عندنا هنايا وصلنا لاكتوبر وخدينا تقريبا من ديبي ديال اكتوبر لعنا الطوب ديال لوكال هاي بلوتو اللي عندنا في مارس، غادي نشوفو بان باترن ولا بلوتو لو بري اللي نقدروا هاد لافراكتال هادي شنو نقدروا نستنتجوا منها الا شديناها وديناها لنوتر بوين اللي عندنا دابا واللي نشوفو فين غيقدر تدينا هاد لافراكتال. هاد لافراكتال الا شديناها وحطيناها تقريبا مع لو ديبي ديال نوتر تقريبا نفس الموف حنا غنشدوها وغنحطوها هنايا، كتسوجيري لنا انه يقدر يكون دمب واحد اخر لنفس لي نيفو اللي كنا فيهم، وكتعطينا تقريبا التارغيت ديالنا ديال 4 دولار 2 اللي هو في الجولدن بوكيت مالينيه معها بطريقه اكسترا اوردينير، و كتدفعنا لو بري ديال الكاردانو حتى ل 50 دولار. هادي سي اون بريديكسيون كيفو بروندر افيك دي بانسيت، سو ني با سو كو جو دي، سو ني با سو كو جو سوي ان تران دافيرمي، مي كنقولكمش بان سيرو شريو الكاردانو راه غيطلع ل 50 دولار، ولكن عندنا probability كبيرة أن الكاردانو توقع له انفجار، سورتو مع شنو كيوقع
دابا في الساحة ديال لي كريبتو موني، شنو كيوقع مع البيتكوين، مع لا قبلوا الكرياسيون ديال الاي تي اف اللي كيمكنوا لي انفستيسور و الناس العاديين اللي ما كيخدموش بتوسكي كريبتو ينفستيسيو عن طريقة الكلاسيكية باش يكبوا الاموال ديالهم، سي تادير كو اموال كبيرة غادي تكب في لو مارشي. و حاجه اخرى اللي بغيت نوريكم في هاد لافراكتال هادي وشنو كتورينا، كتورينا حتى هي بان الموف ديال كاردانو مازال غادي يزيد القدام، ومازال كان كنتظروا انه يزيد القدام، وكتعطينا ان توب ديال البولرن بوغ الكاردانو غادي يكون فيغ مي. شنو كي اكد لي اكثر على لا فيديو اللي كنت درت لكم فيها فوقاش غادي توبي البيتكوين، و استنتجنا غندير لكم لو ليان ديالها اون او ا دروات، استنتجنا بان التوب ديال البيتكوين بول ران غادي يكون تقريبا في مارس. و كما كتعرفوا بور تو سكي كريبتو موني و تو سكي كريبتو كورنسيز، المارشي كيمشي بطريقه اللي هي كيكونوا ماني فيات كورنسي، موراها كدوز البيتكوين، موراها كتولي لارج كابس ميد كابس وعاد لو كابس. وهذا الشيء كيدل لنا بان البولران ديال لادا غادي توبي من مورا البولران ديال البيتكوين، ولا بلوتو لو بري ديال لادا الثمن ديالو غادي طوبينا مورا البيتكوين. هذا الشيء الى جينا وقلتوا لي لا الماركت كاب ديال الأداء باش يوصل لخمسين خمستاش دولار عشرين دولار خصو دي سوم هائلة. وي أنا متفق معكم، هاد الشي سي توجور أبخاندر أفك دي بانسيت، و كوميم كيبقى التمن ديالي اللي هو ريزونابل بور موا في هاد البولران هذا كيبقى خمستاش دولار، مي كنسين اون اوفر اكستنشن وديك الفلوس كاملة اللي كاينة في البيتكوين اللي انتظرنا عن البيتكوين وقلنا غادي يوصل لميتين وخمسين الف دولار افيك ماركت كاب اللي غادي يكون تقريبا ديال البيتكوين بوحدو ديال ربعة ديال لي تريليون دو دولار. سيتادير كو هذاك المارشي الا تكب منه غير 50% ولا 30% في الكاردانو راه غادي يوقع قفزه نوعيه كبيره الكاردانو، حيت من هنا 10 ديال المرات لو بري ديال اللي عندنا دابا غادي يحطنا في 20 دولار، سو كي فورا بور لو مارك لا كابيتاليزاسيون دو مارشي 700 مليار ديال الدولار، سو كي فريمون نيجليجابل الى جينا نشوفو شنو يقدر يوصلو الماركت كاب كامل ديال لي كريبتو في هاد العام في هاد البولران هذا. كيما كتشوفو هنايا في التوتال ماركت كاب ديال لي كريبتو موني عندنا انفورماسيون ديال كوبن هاندل اللي كتشوفوها هنايا، واللي التارغيت ديالها في المدى القصير بلوتو في المدى القصير والمتوسط هو غادي يكون عندنا هنايا 3.8 تريليون دو دولار. وكما كتشوفوا هنايا راه بدا الاختراق ديالو وكاين ريتيست ديال هاد لو سوبور هذا، حيت كل ما عاوتاني نعاودها كل ما اخترقنا ان نيفو دو ريزيستانس كيولي نيفو دو سوبور. وإلا كنتو عجبتكم لا فيديو نوبليي با دو فوز ابوني على شين، داكتيفي لا كلوش و دو ليسي سورتو ان بوس بلو و ان كومونتير سور لا شين اون مو ديزون شنو هما العملات الرقمية اللي تبغيوني نهضر عليهم في لي فيديو ديالي جايين، ولا شنو هما تفسيرات ديال لي كريبتو اللي تبغيوني نهضر عليهم، ولا التحاليل اللي تبغيوني ندير لكم. إلا بغيتو تانتوما تشريو دي كريبتو فيت ان سورت دو كليكي سور لو ليان دان لا ديسكريبسيون باش تقيدو باينانس، باسكو وزوري 10% دو بروموسيون على لي زاشا ديالكم وعلى لي فري دو ترانزاكسيون. ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو و موعدنا ان شاء الله لا بروشين فوا بور اون بروشين فيديو سور لي كريبتو موني. اوغ.